طيب فأرجو إن هو يبقى الأزمة واقعي نتمنى شوية يعني. كلنا، نتمنى كلنا إن شاء الله إن غدا يعني احتفالات عيد النصر في روسيا ما يكونش فيها مصاحبة لتصعيد آخر يعني، عشان توتير الاقتصاد حتى على الأقل يعني. ولكن أستاذ شريف ديواني، في رأي حضرتك إن الأزمة دي اللي إحنا عايشينها هي أزمة عالمية، لا هي تتعلق بقارة أو بدولة بعينها، ولكن يعني كل العالم بيعاني منها. السؤال لحضرتك، في مثل هذه الأزمات أو الأزمات اللي كانت مشابهة ليها في السابق يعني، المفترض أنا كمواطن لو قلنا في أوروبا والدول المتقدمة، يا ترى هناك بيتعاملوا إزاي؟ وإحنا هنا كمان في المنطقة أو تحديدا في مصر، من المفترض إحنا كمواطنين نتعامل إزاي في هكذا أزمات؟ يمكن ما كانش حد فينا يفكر إن هو يعني إيه السيناريو اللي ممكن يعمله في أزمة زي دي، أزمة اقتصادية خصوصا يعني. إحنا حياتك بنتعامل معاها، هي الأزمة قاسية جدا، مش عايز بدون شك. وبالتالي التعاملات يعني، في ناس هتتحمل عبء وفي ناس ضروري نحميها، ودي مش من غير تفكير. الطبقات اللي هي بيسموها vulnerable groups، اللي هي الأولى بالرعاية يعني، متعرضة للمخاطر، الأولى بالرعاية بالضبط، دي هي الأولوية، مش عايزة كلام. صح. فالدول اللي زينا اللي هي الاقتصاد الصاعد في الواقع عانوا اكتر من الدول الغنيه في الصدمه اللي احنا شايفينها دي. اكيد. وبالتالي التوجه الطبيعي ان يبقى في حمايه لهذه الطبقات بالدرجه الاولى، ودي بتيجي للاسف على حساب المعدلات النمو الاقتصادي والتحرك لحركه عجله الانتاج. فاحنا عاملين كده دلوقتي عشان نحمي هذه الطبقات، لانه مش هنقدر نعمل الكلام ده لفتره طويله، لان ده هيبقى تبعات بقى الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين بصفة عامة. لو تأثرت حركة معدلات النمو وحركة الانتاج هيأثر على المجتمع كله. فيعني احنا ضروري يبقى عاملين حسابنا ان التدخل، السياسة اللي احنا ماشيين عليها النهاردة دي ما تزيدش عن 3-4 أشهر، لان الاقتصاد الانتاج بيعاني دلوقتي وهو متحمل وهيتحمل لمدة معينة، بعد كده هيبتدي يعاني هو كمان، وهتلاقي هنلاقي يعني بعد الشر هنلاقي آثار اجتماعية غير يعني مش كويسة أبدا، غير مرغوبة يعني. طيب، في بعض الناس كانت في الأسابيع اللي فاتت كان بيقول والله أنا في وسط الأزمة اللي حاصلة وعدم استقرار سعر الصرف حتى في العالم كله، أنا هبتدي أتعامل مع الذهب كمكان أو عائد ادخاري آمن، ولكن برضو في تقلبات في سوق الذهب وبورصاته داخليا وخارجيا. إلى أي مدى حضرتك شايف إن الذهب دلوقتي يعتبر يعني وجهة للادخار الآمن يعني كمكان؟ هو حياتك رفع الفايدة على الدولار في أمريكا بالطريقة اللي هم بيعملوها، وبوجود معدلات نمو في الاقتصاد الأمريكي، يعني أنا خلينا نبقى واضحين، في الاقتصاد الأمريكي ما عاناش قد ما الاقتصاد الأوروبي عانى من ناحية معدلات النمو، في إنه في انتعاش في أمريكا. فده بيعتبر ملاذ آمن لرؤوس الأموال. فمش كل هيبقى هتتقسم المواضيع ما بين الذهب، وده نموذج يعني، ده عمله واحده دلوقتي، في بدائل اخرى زي العمله البيتكوين يعني، العملات الافتراضيه دي اصبحت المشفره، اصبحت هي كمان مخزن قيمه. وفي طبعا التوجه ناحيه الاستثمار في امريكا، خصوصا ان امريكا دلوقتي أصبحت معتمدة على نفسها، هي أصبحت أكبر منتج طاقة في العالم حاليا بعد 10 سنين اللي فاتوا، واللي حصل طفرة تكنولوجية جبارة جدا. فأمريكا عندها اكتفاء ذاتي من الطاقة، وما هياش الصدمة اللي واخدها أوروبا من ارتفاع أسعار النفط. صحيح. أمريكا ما طيب يعني حضرتك برضو شايف إن الذهب حتى الآن برضو لا يعد وعاء ادخاري آمن في ظل التقلبات دي الخاصة بالدولار. هو حصل اللي حصل، الغريب اللي حصل ان هو زاد بس استقر يعني خلاص، ورجع النهارده يعني نزل شوية. خلاص يعني انخفاض النهارده 35 جنيه. كان في الناس اتعجبت ازاي الفايدة زادت والذهب زاد، بس هي مجرد يعني، هي مرحلة انتقال من عدم يقين كبير جدا لان لاطمئنان التوجه الاقتصادي الامريكي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ شريف الديواني، رئيس قسم الشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.